بتتلعب الكرة توصل على طول لأحمد الفريدي، الفريدي أمامية الآن على طول على الجانب اليمين، خطيرة ومحاولة قوية، أوه فيها شيء، فيها ضربة جزاء، نعم صريحة واضحة من حكم المباراة خليل جلال اللي معنا في الصورة، والعرقلة كانت من فيصل الجحدلي، هو اللي عرقل، هو اللي عرقل لاعب الهلال، وبالتالي حكم المباراة يعني اللعبة كانت في زاوية رؤيته ويحتسب ضربة، ضربة جزاء. هنا طبعا المحاولة كانت عن طريق نواف العبد اللي شفناه في الصورة، حاول يمر، شايف العرقلة كانت أيضا واضحة من فيصل الجحدلي، قلب دفاع فريق التعاون، وبالتالي حكم المباراة يحتسب ضربة جزاء. على كل الآن ضربة جزاء، ضربة جزاء هنا طبعا واضح اللي هو الماني توماس دول، وهذا هو الشلهوب اللي ظهر لي راح ينفذ ضربة الجزاء. هنا حارس المرمى فيصل اوه جول، برافو الشلهوب على طول يسجل هدف المباراة الأول من ضربة جزاء. هنا طبعا توماس دول أكيد وضع طبيعي، ارتاح تماما الآن بعد هذا الهدف، لأن كما ذكرت يعني الهدف هذا حيعطي دعم معنوي قوي، وبالتالي واضح أن فريق نادي الهلال من البداية واضح أنه هو الأفضل والأخطر، أكثر انتشار، أكثر سيطرة، وهنا طبعا الشلهوب اللي يفتتح التسجيل هنا في هذا اللقاء، وهذا هو اللي هو فيصل الجحدلي ومن تسبب في ضربة الجزاء، وبالتالي الشلهوب يسجل.